I welcome anyone to ask questions. There's a microphone. We'll go around the table and we'll take a few questions. I have a question and a comment, particularly as it concerns the Moroccan American community here in the US and the goals of the Moroccan government to develop a relationship with this community and to have community members go back home, invest, and so forth. And the major difficulty we have here in the state is the status of transportation. As you know, Royal Air Maroc is. هذا الموضوع كذلك سمعته في عند في اجتماع مع الجالية في نيويورك فيما يخص قضية الرام. تعرفوا هي شركة اللي كيف ما كان الحال عندها واحد النوع الاستقلال المالي وعندها واحد العدد ديال التوازنات اللي خاص تحافظ عليها في نهاية السنة. وهذا المشكل ما مطروحش فقط ليكم، مطروح حتى بالنسبة لأوروبا. الجالية المغربية في أوروبا في الدول العربية تطرح هذه القضية. حنا تنفكروا في هناك موضوع اللي يمكن نفكروا جميعا في إيجاد الحلول له، وهي المسألة اللي متعلقة العائلات اللي عندها أطفال كثار. واش يمكن يكون واحد المساعدة ولا واحد أخذ بعين الاعتبار هذه القضية؟ أنا اللي التزمت مع الإخوان أنني هذا الشيء غادي نطرحوه مع شركة وغادي نشوفوا إمكانية إيجاد بعض الأشياء بعض الحلول في هذا الموضوع. السلام عليكم ورحمة الله. أولا عليكم السلام. سؤالي موجه ل both وزير عامر معكم عطيل من بوسطن ماساتشوستس. Othello, thank you. My question is Siamer Wazir Mkalib Jalio, Si Safi Romenton. He has a question and a request in the meantime. Kathos Wahl Fia Omri and Shabab Mribi Likiju, Sin Mubakir Jidden, Mabin Sintl Tash, Satash Sanus Craven, while she acted any Wahl Meshakil Kabir or Kabir of Zev, Hassan and Abzev Menon Kiju, Mal Ahlia Home and Kikonobakin. باسبور مع لي بارون ديالهم وداك الشيء كيجيو كيخليهم هنا وكيرجعوا على اساس ان كيكون عندهم فاميلي ممبر غادي يساعدهم غادي يوقف جنبهم، ولكن كلنا كنعرفوا مع المشاغل اللي كاين هنايا في هذه البلاد فما كيكونش اهتمام ورعايه مباشره وكيخليهم كيخرجوا للشارع والهاي سكول اند ايفريثينغ ودي ليرن باد هابيتس. وبزاف منهم وعدد منهم مع الاسف كاينين في السجون هنايا امريكيه وكيعاني مجموعه ديال المشاكل وهذا المشكل زعما يؤرق البال ديالي وما بغيت نعرف شنو واش كاين شي خطه في هذا الميدان على اساس يكون اهتمام بهذه الفئه العمريه خاصه ما بين 13 و 19 سنه اللي كتعاني من الانحراف هنايا ومجموعه ديال المشاكل. وشكرا. شكرا. انا في التقديم اللي شرت قلت لكم كاين من الاولويات ديال البرنامج العمل الحكومي هي المسائل الاجتماعيه. من كنت نقول ان هناك بعض الفئات ديال المغاربه اللي في وضعيه صعبه، راني تنقصد الدرجه الاولى القاصرين الناس اللي مازالين صغار والمسجونين وكذلك المتقاعدين في بعض البلدان واضافه الى المراه في بعض بلدان اخرى. هذا العمل خصنا نتعاونوا فيه. حنا من جانبنا خصنا ندعموا القنصليات باش يكون فيها مصالح اجتماعيه اللي يمكن تقدر تدعم هذه الفئات، ولكن الجمعيات اللي تشتغل داخل هذه البلدان عندها كذلك مسؤوليه كبيره ويمكن انه يكون فيها تعاون ما بين المغرب والجمعيات لمواجهه او على الاقل لمواكبه بعض الاحتياجات ديالهم. مع حل هذا المشكل بشكل نهائي ما تنتحكموش في الاسباب ديالو، لانه هذه ظواهر الان ظهرت في السنوات الاخيره وتيخصنا نشوفوا كيفاش تعالج جميعا. شكرا. السلام عليكم. عبد الصمد نهيري من واشنطن دي سي اريا. هذا السؤال للسيد الوزير تيتعلق، كان واحد الاتفاق اخيرا ما بين وزاره ديال الجاليه ووزاره العداله، يمكنك تقول عليها شي شويه؟ كان اتفاق حقيقة اللي وقعناه في نهاية شهر
ديال هيليوز حول قضايا ديال العدالة والقضاء اللي كتهم الجالية. كاين برنامج عمل اللي كنحاولوا نعالجوا المشاكل اللي مطروحة، منها أولا تطبيق ديال المدونة. المدونة المغربية راكم على علم مدوجات أشياء جديدة جدا، ولكن تنوجدوا في بعض البلدان تطبيق ديالها، وخاصة مطابقة ديال الأحكام اللي تتم في خارج مع صياغ تطبيقية ديالها. كاين قضايا أخرى تتعلق بكل ما يهم الطلاق وكل ما يهم تنفيذ الأحكام ديال المشاريع ديال الجالية ولا الملفات ديالها مع القضاء. هناك برنامج مفصل دابا نرسلوه لكم ويتوزع على كل الجمعيات وتكونوا على علم، اللي كيشمل كل المسائل اللي تتهم العدالة. في هذا الإطار اتفقنا معهم كذلك باش يوضعوا عن إشارة الوزارة ديالنا واحد الفريق ديال القضاة اللي يكون بحال واحد اللجنة ديال الاستشارة وديال التوجيه وديال النصيحة ديال المغاربة ديال العالم. وهذه اللجنة بدأت تشتغل، عندنا جوج ديال القضاة كيستقبلوا الناس وتيدرسوا الشكايات اللي تتجي وتيوجهوها التوجيه الصحيح، وخاصة كيستقبلوا الناس وينصحوهم بحول عدد من القضايا. علاش هذه الاتفاقية مع وزارة العدل؟ لأنه لاحظنا أن 60% من الشكايات اللي كتوصلنا من الخارج كتهم قضية ديال القضاء وكتهم قضية ديال العدل. ولاحظنا إذن أن تطبيق المدونة اليوم طرح مشاكل في بعض البلدان، وبالتالي خصنا حنا نفكروا جميع باش نوجدوا الحلول باش تطبيق ديال المدونة يساعدنا في معالجة عدد من الأشياء. Okay. Yes, Abdelhamid Mizouri, Fell Institute of Government at the University of Pennsylvania. This is a simple question to Congressman Jim McDermott. We very well know that the monarchy in North Africa has been a very strong supporter of stability in North Africa, in North Africa, in regions in the world. We have recently heard of some new alliances that the United States is striking in some other countries in the area. Do you think that will be at the at the expense of these traditional values? I'm so sorry, I lose my with the monarchy in Morocco. Recently, there was an alliance with Algeria, and will that be at the expense of the Moroccan interest in North Africa at the level of the Western Sahara? Thank you. Sorry. Well, I'm not privy to the State Department's machinations, and I don't know what this administration has been doing. Let me say that President Obama should clap for that. I swear to God, that's a good one. That he will not only listen to, but talk with people are in all these situations. And I think that what I can say to you with certainty is a new day is dawning in terms of our relationships with people. What has gone on in the last few months, few years, has been really very distressing. The president, for instance, in his relationship with India, went to India without talking to the Congress at all, and made his decision to give them nuclear material and open the door to just ignore the whole NPT, the whole non-proliferation treaty. That has now, as you see, sort of run aground. And I think that a lot of things that have been put in motion in the last several years will probably run aground someplace, and we will start over again in a number of things. So I don't know. There's nothing that you can draw about the future from what's gone on in the last 8 years.